بيجي تقريبا. الصفقة كانت منذ أسبوع تقريبا، لكن البارح تم الإعلان الرسمي على الصفقة هذه. اللاعب السابق لكلوب الكوكب السعودي أو جرجيس، كذلك عدد الأندية الأخرى لعب فيها اللاعب هذا. معنا بالتليفون شهاب جبالي. شهاب، أهلا بيك. خويا سلام، مرحبا بك. شنو الأمور خويا، شنو أحوالك؟ والله الحمد لله، شنو أحوالك؟ الحمد لله. دونك أول حاجة نباركوا لك على الكونترا الجديد. الله يبارك لك اخويا، ربي يبارك فيك. باهي، اعطينا شويه تفاصيل شهاب، كيفاش كان الكونتاكت؟ تحكينا شويه على الكونترا. والله عادي، صعب كان كيف ريكريتمون. رجعت لتونس بعد ما روحت مع الكوكب السعودي في البريود تاع كورونا. سينو كلمني الرئيس، قلت له من الاول كنت زيتي شوية، وبعد أخويا مع الظروف أنا شوية ظروف وجيت كاو. والله الواحد حاب يضرر، وإن شاء الله تكون تجربة ناجحة ونعاونوا الإكيب وفي خير خير، ربي يسعدك. علاش قلت لي كنت زيتي شوية؟ والله يا ولدي في ظروف، عندي شوية ظروف، لكن متردد كنت نرجع غادي من ساعة ونص. فهمت، ظروف عائلية ولا شنو، ولا خاصة بالكورة ولا شنو؟ ظروف عائلية خاصة بالكورة ولا شنو هي الظروف بالضبط؟ لكن نحب نبتبت راه شوية. الكورة بالعكس الحمد لله، الكورة لاباس، أما ظروف شوية، ظروف عائلية. باهي، احكي لنا شوية. الموسم الماضي أنت كنت في السعودية شهيبة، علاش ما كملتش التجربة غادي؟ والله نفس اللي ما خلانيش نرجع، نفس اللي خليني هو معناها كامل في دون الظروف، هما خاطر المضمون زاد رجعوا كل شيء، ما رجعت خاطر العرس من الاول، ما رجعت خاطر العرس. كل شيء بالبركه اخوي، الله يبارك لك شوي شوي. ومن بعد عندي شوية ظروف علي، ما لازمش نرجع من الاول، صارت شوية مشاكل مع الجيل كان بعد فهمنا يعني رمي قبل نفذ الكونترا. انت معك شاكر قيعي كان غادي، شاكر ومحمد خنفير، حتى الصف اللي كان معنا كمان شاكر، اول اللي صف يزيد كله فيه. احكي لي، لعبت غادي ما لعبتش، كيفاش كانت الاكسبيرينس؟ ليه ولا شو هي من ناحيه الاكسبيرينس؟ ليه ديجا تربحك، تربحك برشا في الكور، تعرف على مش كيف معنا غادي يجيب دورات، معنا هو نيفو، بتعرفك على برشا ناس جدد، بتعرفك على عيشة جديدة في حياتك. والحمد لله غادي لعب ماتشات الكل، معناها من الكيس من الاول للعام للاخر نلعب. سجلت، عملت ديزاسيست، شعمل عندكش الارقام؟ نعم؟ عندك ارقام، قلت لك ملكيت، عملت ديزاسيست، قديش قديش؟ عندكش شوية ارقام؟ والله انت لعب برشا ديزاسيست، يمكن تنبع 10 حلقات ديزاسيست. ما شاء الله. وماركيت يمكن جوز 3 بوينتس. وكاو. بعد كونترا هو كان معي في تواصل في الظروف، كي وقتت الظروف وكل فهمت مع الرئيس وفهمنا هو حاطين خبيلة شوية، فهمنا في الآخر والحمد لله فهمنا وخرجنا لدي الحمد لله. شهاب، ما عادش توافقني ولا خسرت برشا وقت في المسيرة نتاعك، ذلك بديت أنت صغير، بديت مع منتخب الصاغر، الناس الكل كنا شايخين على شهاب جبالك، عملت ماتشات باين خاصة في الكوب دو موند، لكن بعد ما شفناكش كملت شهاب الباهي. إي بالضبط، مع الكلوب وقت خاطر ما هو تكره جماية صغيرة، فريق كبار ووقتها في العمر صغير، ولعبت العام الأول الثاني لعبت معاهم شوي. عملوا بالبداية وبعدك توقف شوية وكاو، وبديوا ركبت مونيت من برا ويجيبوا جوريت حتى سين كبار ورهب مجال صغير، يمكن هو اللي مخليني نظهر بالبداية وكاو. شهاب قاعد في بلاصة يمكن فيهاش برشا ريزو، ما سمعناكش قلت. قلت له عديت عندي وقاعد برا وراني تبع وترجح. فهمت، دونك السياسة نتاع الكلوب وقت هي من الأسباب اللي خلاتك ما تنجحش وقتها برشا في الكلوب. ماشي صافي، قلت لك سياسة الانتدابات وقتها في الكلوب هي من الأسباب اللي ما خلاتكش تنجح وقتها. والله يمكن من أكثر الأسباب اللي مش ما خلتنيش تنجح، أنا يمكن ما خلتنيش نبان كيف ما كنت، فهمت؟ خاطر يمكن الجوارات يجيبوا فيهم ليزونترينور الكل معناها يمكن ما كانوش في صالحي. أنا بالعكس الواحد يتعلم برشا معناها خبرة كبيرة من جوري تلعب معاهم، تعرف على بيت، والحمد لله الواحد مازال صغير في العمر،
واحد يحط في مخه ويركز في خدمته وان شاء الله قدرة ربي ثم شيء يخليك ما تنجحش. ومع جرجيس يركز ويخدم كاو. ومع جرجيس ومع جرجيس تبع بالعكس والله جرجيس نسلم عليهم برشا بنات باهية وناس طيبين. العام اللي جرجيس تحت فيه والله ما تستحقش تكون والله الكرة هذيك هي ما تستحقش باش تكون فيها. ان شاء الله نتمنى لهم العام الجاي يطلعوا ويكونوا في الناسيونال خاطر بلاصتهم غادي. أما لعبنا وعندنا كانت بروف باهية كيف كيف لعبنا ماتشات باهيين أما الحظ وقتها يمكن الكورة وبرشا حاجة تفرين يكون هما يعرفوا خليت جرجيس بس. باه تجربة جديدة اليوم شنو هي طموحاتك شهاب؟ شهاب لو كان تحاول تقعد في بلاصة فيها شوية ريزو خاطر قاعد يتقطع الصوت نتاعك. والله مانيش نحبيك. قلت لك لو كان تقعد في بلاصة فيها شوية ريزو خاطر الصوت قاعد يتقطع شوية. تسمع هيك توا سافا تري بيان. والله واحد رجع يعني كيف ما نحكي لك هي وسيلة يمكن فيها خير أكيد فيها. واحد رجع بوجه جديد ورجع بإرادة جديدة ويمكن حتى شوية يمكن نجم يكون اللي خذيته من الأول معناه ما كانش في صالحي. إن شاء الله واحد يخرج توا طموحات أخرى وإن شاء الله يعرف هو يتجاوز مع بوجهه وإن شاء الله واحد يخرج توا عنده مستقبله وإن شاء الله يشوف حتى باب جديد يمكن يشوف معناه جمعياتنا خير ويشوف بلدان أخرى بالكش يسهلش ربي حتى واحد يعدي شوية وإن شاء الله سهل ربي واحد يشوف حتى جمعية أخرى لبرا خاطر تو كل شيء فيه واحد كيف ما نحكي لك يخدم على روحه ويحط مخه وما فماش حاجة تخليك ما تنجحش. بديت ترينا؟ والله يعني تو ماشي ديجا تو في الطريق. أول سيونس اليوم؟ أول سيونس اليوم فاز معاون الجمعية وخليها في بلاصتها وحقي اللي فيه خير ربي يسهل. وفيزيكمون حاضر شهاب الأول الشامبيونا ولا مازلت شوية؟ شهاب؟ الو تسمع فيا؟ ما عندكش ريزو شهاب لو كان تحاول تقعد في بلاصه فيها شويه ريزو. باهي نحاول نعاودو نتصلو بيه من جديد نحاول نكملو السؤال الأخير مع شهاب جبالي اللاعب الجديد الأولمبي الباجي كان أمضى البارح كما نعرفو الناس الكل عقد بزوز مواسم مع الباجية صعد حديثا البطولة الرابطة المحترفة الأولى أيضا ينضم لقائمة الانتدابات كما صالح المهربي أيضا مهاجم النجم الراتسي أيضا أمضى مع الأولمبي الباجي لاعب أجنبي أيضا من الكوديفوار أمضى مع الباجية أكيد. الساعد حديثا للقسم الوطني عازم على تقديم موسم جديد في الموسم القادم بانتدابات قيمة إلى حد الآن أكيد يستنوا منها كل الإضافة الأولمبي البيجي من أجل إعادة أمجاد النادي الكبير هذا الأولمبي البيجي. به من جديد يرجع معنا شهاب جبيل نكمل معاه آخر سؤال سألتك شهاب هل حاضر في زيك مول أول بطولة ولا مازلت شوية؟ ليه حاضر بالعكس ويعد ومعرفه وفاهم لازم يترينا ولازم يشد فورما على بكري خاطر ديجا كتشوف التو ما وفاتش بطولة تونس هذاك علاش تخليني نترينا وحاضر فيزيكمون الحمد لله. واحد مش حتى كيرا من الاول يكون حاضر ويعاون الجمعيات ويعاون الجروب اللي هو فيها وان شاء الله يقدرنا ربي وكام. يعطيك الصحة شكرا ليك وبالتوفيق شهاب. عايشك يا خويا سام ربي يسلمك عايشك. دونك كان هذا اول ضيوفنا في الحصه نتاعنا اليوم شهاب جبالي اللاعب الجديد للاولمبي بيجي من هذو عندنا ضيوف اخرين ومفاجات اكثر تستناونا في موسيقى بعد مواصلين في فريق بلاي حد.